تلك الأقدار لها مكتوب والعبرة ترسمها الأحكام. قصص القرآن مدى الأيام ومعانيها تروي الإلهام لبني إسرائيل بيانا من بعد العزة والإكرام. ذكر الأسباط ومن يعقوب والأمم الأولى والأقوام، تلك الأقدار لها مكتوب والعبرة ترسمها الأحكام. تلك مواعظها بالتفسير حتى أشرق فجر الإسلام، والوعد من الرحمن يصير مهما دارت فينا الأعوام. بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. أعزائي المتابعين المتابعات، مرحبا بكم في هذه الحلقة 14 من السلسلة ديالنا عبر نافعة من قصص واقعة. اليوم إن شاء الله تعالى غادي نواصل مع الجزء الثاني من قصة أصحاب الكهف. قال الله تعالى: نحن نقص عليك نبأهم بالحق إنهم فتية آمنوا بربهم وزدناهم هدى. نحن نقص عليك نبأهم بالحق، بمعنى أن كل ما يريده بنو إسرائيل وغيرهم من قصة أصحاب الكهف فيه زيادات وفيه نقصان وفيه أكاذيب وفيه أباطيل وفيه أمور حدثت وأمور لم تحدث، ولكن القصص ديال القرآن تقص علينا الخبر كما هو بفوائده وعبره وما ينبغي أن نستخلصه منه. تفاصيل تذكر عند بني إسرائيل، طبعا النبي صلى الله عليه وسلم قال لنا لا تصدقوهم ولا تكذبوهم، بمعنى الكلام ديالهم يقدر يكون صحيح، شيء أحداث ممكن تكون صحيحة ويقدر يكون شيء أحداث غير صحيحة يعني، ولكن الكلام ديال الله كله حق. نحن نقص عليك نبأهم بالحق إنهم فتية آمنوا بربهم وزدناهم هدى. يعني هؤلاء الفتية الذين اختارهم الله سبحانه وتعالى وتمردوا على قومهم العتاة المشركين الظالمين الذين كانوا يعبدون معبودات من دون الله، واعتزلوهم وتركوهم وابتعدوا عنهم وأووا إلى كهف لكي يكونوا ويبقوا على إيمانهم، بمعنى أن السر علاش هربوا لذاك الكهف، لأن لقوا راسهم بوحدهم غرباء في ذاك المجتمع، كل شيء كيعبد الأصنام، كل شيء كيشرك بالله، كلهم تيعبدوا هذاك الجبار الطاغية اللي كان عندهم وتيعتبروه إله من دون الله، وكأن كلامهم هما خارج 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 الإطار، ولاو بوحدهم ديك الفئة يعني ديك السبعة ولا ديال سميتو ديال الناس أو هذا يعني غرباء. وصدق رسول الله صلى الله عليه وسلم حيث قال: بدأ هذا الدين غريبا وسيعود غريبا، فطوبى للغرباء. فهؤلاء من الغرباء، كانوا غرباء لأن كانوا بوحدهم، هذوك السبعة ديال النفر كانوا قلة عدد قليل، والناس المجتمع كله غرق في الشرك، كله غرق في المعصية، كله غرق في الخمر، كله غرق يعني اللي بغى يقول اللهم إن هذا لا منكر غيولي هو يعني غريب في ذاك المجتمع، وخصو يقبل بهذاك المجتمع ويقبل بهذاك الشيء اللي كاين في المجتمع باش يندمج معاهم. ولكن هما حيت عارفين أن هذا الطريق فيها الشرك بالله وفيها الكفر بالله وفيها البعد عن أمر الله، قالوا ودي ما غادي شيء نبقاو مع هاد الناس هادو، وإلا غيجرونا معهم الكفر، وغادي نقبلوا بهاد الكفر اللي هما عليه، وبالتالي غادي نكونوا نقر هذه الأعمال الكفرية التي يقومون بها، فالخير لنا أن نذهب إلى الكهف وأن نعتزله. وإذ اعتزلتموهم وما يعبدون من دون الله فأووا إلى الكهف ينشر لكم ربكم من رحمته ويهيئ لكم من أمركم مرفقا. إذا اللجوء ديالهم إلى الغار هو من باب التحصين والحماية، فكانوا يعتبروا ذاك الكهف
كيعتبروه يعني واحد النوع ديال الحمايه لهم. والحقيقه كل واحد فينا في هذا الزمان راه خصو يمشي يشوف الكهف فين غادي اللي غادي يحافظ فيه على الدين ديالو. بمعنى ماشي الكهف يعني اللي هو الغار بحال هذا الغار اللي كانوا فيه اصحاب الكهف، ولكن المقصود به هو تمشي لواحد العمل اللي غيثبت لك الايمان ديالك. اه تمشي تحفظ القران، تمشي للمسجد، تمشي لمراجعة القران، تمشي لواحد العمل صالح، دير شي جمعيه ديال الخير اللي تعطف فيها على الفقراء والمساكين. فهذا العمل الخيري هو بالنسبه لك واحد الكهف اللي غتأوي اليه باش يجنبك يعني الوقوع في المعاصي اللي فيها كثير من افراد المجتمع. فأووا الى الكهف ينشر لكم من ربكم من رحمته ويهيئ لكم من امركم مرفقا. وهنا بدا الحديث على الحياه ديالهم داخل الغار، لان غنسميوها حياه يعني واخا هي نوع من الموت ولكنها حياة يعني فيها 309 سنوات. كيف مرت هذه 309 سنوات؟ قال تعالى: وترى الشمس إذا طلعت تزاور عن كهفهم ذات اليمين وإذا غربت تقرضهم ذات الشمال وهم في فجوة منه ذلك من آيات الله من يهدي الله فهو المهتد ومن يضلل فلن تجد له وليا مرشدا. إذا لما ذهبوا إلى ذلك الكهف الذي يبتغون فيه النصرة والحماية من الله سبحانه وتعالى وأن يحفظه، فإن الله تعالى وفر لهم مجالا فسيحا لكي يعيشوا فيه هذه 300 سنة دون أكل ودون شرب. فكان الله عز وجل سخر لهم هذاك الكهف وسخر لهم حتى المحيط. الشمس تزاور عن كهفهم، تميل عن كهفهم، يعني يتقلص شعاعها بحيث لا يمشي إليهم مباشرة فيلتهبون بشعاعها. وإذا غربت يعني تدخل عليهم الشمس من الجهة الغربية، يعني من غارهم أو من جهة الغروب، ولكنها يعني تهبهم من خيرها كما يقال ويحفظهم الله من شرها. يعطي يعني كيعطيهم الله تعالى من الخير ديال هذه الشمس باش ما تكونش الرطوبه وما يكونش الغموليه في هذاك الغار، ولكن يحميهم الله عز وجل من شرها. وهذا كله من فضل الله، لان الله عز وجل يتصرف في ملكه كيف يشاء ويتصرف في قلوب العباد كيف يشاء. فلذلك قال سبحانه وتعالى في نهاية هذه الآية: من يهدي الله فهو المهتد ومن يضلل فلن تجد له وليا مرشدا. ثم قال سبحانه: وتحسبهم أيقاظا وهم رقود. بمعنى يعني هما راه حالين عينيهم، اللي شافهم تيقول راه الناس راه فايقين ماشي ناعسين، ولكن حقيقة أنهم رقود. إذن أنت تظنهم يا أيها المار بهم، يعني لو كان فرض أن هناك مار يمر بهم فيظن أنهم يعني أيقاظ، لأن أعينهم مفتحة بإذن الله. وهم رقود، والرقود هو أطول أنواع النوم. وشو سبحان الله، النوم عنده في اللغة العربية مصطلحات تدل على واش النوم قليل ولا طويل. إلا قلنا سينه يعني النوم صغير 30 ثانية 10 ثواني، وإلا قلنا نوم يعني متوسط، وإلا قلنا رقود فهو النوم الطويل، وإلا قلنا نعاس كيكون الإنسان تيكمع ويفيق ويكمع ويفيق. إذن فأقله هو أقل النوم هو السينه، ثم النعاس، ثم النوم، ثم الرقود. هؤلاء رقود. وتحسبهم أيقاظ وهو رقود، هو النوم الطويل اللي فيه ساعات، ولكن هذا ماشي ساعات، سنوات بل مئات ديال السنين بإذن الله سبحانه وتعالى. ونقلبهم ذات اليمين وذات الشمال وهم في فجوة منه. شوف سبحان الله، الأمر ديال الله سبحانه وتعالى أن هادو باش يبقوا هاد المدة كلها إلا كانوا على جنب واحد
إذا كانوا على جنب واحد غتاكلهم الأرض، وغادي تاكلهم يعني الدواب ديال الأرض كالديدان وغير ذلك. ولكن من رحمة الله أنه سبحانه وتعالى يقلبهم ذات اليمين وذات الشمال، وكلبهم باسط ذراعيه بالوسيط، فواحد المكان متسع من الكهف الكلب ديالهم معهم. شوفوا الرفقة الحسنة تنفع صاحبها ولو كان كلبا. هذا الكلب استحق أن يذكر عدة مرات في هذه القصة لأجل الرفقة الصالحة، لأنه كان رفيقا لهؤلاء الصالحين، فاستحق أن يذكر في القرآن. ونقلبهم ذات اليمين وذات الشمال وكلبهم باسط ذراعيه بالوصيد. لو اطلعت عليهم لوليت منهم فرارا ولوليت منهم رعبا. لو كن يعني طليتي عليهم أو شفتيهم غادي تشوف واحد المشهد غريب وعجيب ومخيف، بمعنى ذاك الجو الله تعالى لقى فيه واحد النوع ديال الخوف، واحد المهابة باش حتى واحد ما يقرب ليهم. شوف ربي عز وجل الحكمة ديالو باش ما يقرب ليهم حد وما يوصل ليهم حد وما يتعدى عليهم حد، باش يكملوا ديك الآية ديال الله. فالله تعالى دار في هذاك المكان واحد النوع ديال الهيبة وواحد النوع ديال الرعب، حتى إن أحدا لا يستطيع أن يقترب منهم. وبعد ذلك لما شاء الله تعالى ودست المدة اللي بغى الله سبحانه وتعالى، سيأذن الله سبحانه وتعالى لهم بالقيام يعني من هذا النوم الطويل. وبعد ذلك سيتساءلون فيما بينهم. قال تعالى: وكذلك بعثناهم ليتساءلوا بينهم. قال قائل منهم: كم لبثتم؟ قالوا: لبثنا يوما أو بعض يوم. شوف هما جلسوا 309 سنين، ثلاثة القرون وتسع سنين بالتقويم الهجري، وهي بالضبط ثلاثة القرون بالتقويم الميلادي. شوف سبحان الله، التقويم الميلادي 300 سنة والتقويم الهجري 390. علاش؟ لأن كل قرن ميلادي تيتزادوا فيه ثلاثة سنوات هجرية، بمعنى 103، لأن كل 33 عام تيدور العام، تيدور الحول، كل 33 عام تيدور. بحال دابا رمضان غنصوموا هذا العام في شهر 4، من هنا 33 سنة غنصوموا ثاني إن شاء الله تعالى في شهر 4، وهكذا. يعني كل 33 سنة، وكل قرن 3 سنين، وكل 300 عام 309 سنين بإذن الله عز وجل. لأن موجود في بعض الكتب ديال بني إسرائيل 300 سنة، ولكنها 300 سنة شمسية، وازدادوا 9 سنين قمرية كما سنرى يعني في نهاية القصة. ولكن هما هاد 309 سنين بانت لهم بحال نهار أو نص نهار. قالوا: لبثنا يوما أو بعض يوم. قالوا: وقيل نهار ولا نص نهار، يعني واحد حيث نعسنا الصباح لقينا راسنا في العشية، إما نهار ولا نص نهار. ولكن يعني شكوا في شي حوايج، إما في الأظافر ديالهم أو لا الشعر ديالهم طوال أو لا كذا، ويعني كأنهم ارتابوا وقالوا: محال واش يكون نهار ولا نص نهار، ربما مدة أطول. فلذلك لما شكوا قال بعضهم لبعض: قالوا ربكم أعلم بما لبثتم. الله تعالى هو اللي عرف شحال المدة اللي دوزنا في هذا الغار. ومع الفقه شعروا بالجوع، خصهم يأكلوا، خصهم شي حاجة باش يحركوا المعدة. فلذلك قالوا: ايوا خصنا نصيفطوا اللي غيجيب لنا ما ناكلوا. فشوف 309 سنين، ديك 309 سنين ما كان لا جوع لا والو، لأن ربي عز وجل كرمهم وبقات المعدة ديالهم واقفة، وبقوا الأعضاء يعني ما تيحتاجوش الماكلة، وكل شيء بإذن الله، كل شيء بإذن الله. أو لعل الله تعالى كيطعمهم بشي طريقة خاصة، الله أعلم. حنا كنقولوا دائما هذا إعجاز من الله وآية من آيات الله، ولكن بمجرد ما فقوا بدأوا كيقلبوا على الماكلة، وتيقلبوا على يعني باش يتمعشوا. وإن شاء الله تعالى غنكملوا هذه القصة في الحلقة القادمة بإذن الله. أسأل الله لنا ولكم التوفيق والسداد، والحمد لله رب العالمين. قصص القرآن مدى الأيام ومعانيها تروي الإلهام، لبني إسرائيل بيانا من بعد العزة والإكرام.